تخيلوا معايا شاطئ كامل كوكيات، سبحان الله. شوف فين ما درت يديك تلقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم الخوت الوجهة غادي تكون نحو إقليم الناظور. هذا النهار كما وعدتكم أننا غادي نزوروا بعض الشواطئ ديال الناظور. كنت شحال مرة نقول لكم غادي نمشيو تما. اليوم إن شاء الله غادي تكتشفوا معنا واحد جوج ديال الشواطئ اللي رائعة. هاد الشواطئ اللي معروفة في الإقليم ديال الناظور، غادي نخليها لكم مفاجأة حتى تشوفوها. درك راني متوقف واحد المنظر اللي رائع اللي جاي في الطريق ديال قابوياوا، لأننا شادين الطريق الساحلية من بركان الناظور. هاد البلاصة سميتها قمقوم الباز، فيها واحد المنظر رائع اللي كيطلع على شاطئ البحر ويطلع على ديك الحجرة ديال قابوياوا. المهم واحد الغابة أيضا كاينة في هاد البلاصة، غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوف. تبارك الله، شوفوا معايا هاد المنظر الرائع اللي كاين هنا. كاين واحد الجرف وهنايا واحد الغابة اللي كبيرة غادية على البحر، على طرف البحر. وهاد المنطقة كما قلت لكم كتسمى قمقوم الباز، فيها واحد الشاطئ اللي رائع، هو هذاك اللي راه يبان لكم لهيه، جاي على الطرف ديال الغابة وفي نفس الوقت تمشى فيها وغادي تخرج في البحر في الشاطئ. وراه كاين شوية ديال الناس تما، ماشي بزاف، تقريبا الأغلبية كيكونوا الصيادة ولا بعض العائلات. وكاين هنا واحد المطعم ديال السمك اللي معروف في هاد البلاصة، وكيجيو له الناس من مختلف الأماكن باش ياكلوا الحوت. طبعا الى كنتوا اول مره تشاهدوا فيديو من فيديوهات القناه، ادعوكم للاشتراك، بارطاجوا هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ويلا هو نبداو الجوله ديالنا نحو شواطئ الناظور.
مرحبا بكم من جديد دروك الخوت. وصلت للشاطئ الاول اللي غادي تشوفوا معايا اللي تابع لاقليم الناظور، وهو الشاطئ ديال قريه اركمان. هذا النهار ان شاء الله غادي ندخلوا تشوفوا معنا الاجواء كي دايره في الشاطئ، تديو مجموعه ديال المعلومات على هذا الشاطئ ونشوفوا كي راه داير. المهم راه اول مره نجي لهذا الشاطئ، اكتشفوا معكم جميع. صراحه اليوم الجو يعني فيه الريح ولكن مبرد مخير، يعني تمشي مرتاح. بقاو معنا. هذا هو المدخل ديال شاطئ اركمان. مرحبا بكم في شاطئ اركمان. هو هذا الخوت غادي نمشيو نكتشفوا جميع. هنا كاين واحد الباركينغ ديال السيارات لهيها كاع حد البلاصه. هنا كاينين هاد كيوسكات يبيعوا حتى هما العصير، المهم اي حاجه بغيتها، مناضه، الماكله اللي بغيت كاين هنا وهنا. وكما قلت لكم هذا هو المدخل ديال الشاطئ. غادي نقربوا شويه تما. الحاجة اللي لاحظتها بعدا راهم دايرين هنا هاد البلايص فين يديروا الأوساخ. هذا هو المدخل ديال الشاطئ. الصراحة تبارك الله منظم مزيان. هاو شوفوا معايا هاد البلاكة واش كاتبين، ممنوع إدخال الدراجات، ممنوع إدخال الحيوانات، والتخييم أيضا ممنوع. ثلاثة ديال الحوايج هنا ممنوع أنك ديرهم في هاد الشاطئ. هاهو غادي نشوفوا تما، غادي ندخلوا حتى للشط نشاركوا معكم الأجواء. وهنايا لاحظوا معايا واحد المجسم دايرينو سبحان الله. شوف خادمينو غير بالبلاستيك، عطي واحد الديكور زين. شاش تبارك الله. ها هو والله الا تبارك الله. شوفوا معايا الخوت، ها هو والله الا غير بالبلاستيك. شوف غير بالقراعي، غير دوك ديال خمسة يطرو ديال قراعي ديال المناضه. والله الا تبارك الله مزيان. ليها راه يبان لكم الشاطئ هنايا. هنا كاين الدرك الملكي، ها هو الشاطئ هنا. وهنا كاين مركز المعلومات عن البيئه. لكم الخوت شي تصاور راهم ملصقينهم هنا في هذا المركز ديال البيئه. شوفوا واش فيه. ها هما جاوا معايا. اللواء الازرق. هنا دايرين واحد الدليل ديال حسن السلوك، يعني بعض كيحثوا الناس انهم ما يرميوش الاوساخ، يحافظوا على البيئه، يحافظوا على النظافه ديال الشاطئ. تبارك الله ميساجات لي زينين هنا. ها هي غادي نشوفوا عاود، غادي دروك ندخلوا اقرب للشاطئ. شوفوا الشط كي داير. هذا واحد من المداخل ديال الشاطئ هو هذا. هنا شوفوا معايا هاد الصوره. هنا كاينين هاد إدارات، مجموعة ديال الحوايج. دروك الخوت راني داخل الشاطئ ديال أركمان. شوفوا كي داير الشاطئ. الصراحة كما قلت لكم هذا النهار الجو يعني فيه الريح، البحر غالبا هايج، البحر كيكون هايج. غادي نقربوا تما نحاولوا نصوروا لكم تشوفوا معنا الشط كي داير. ها هو الشاطئ الخوت. شوف هنا دايرين هذا المدخل. الصراحة الرملة ديالو تبارك الله نقية بزاف، وبحال اللي جايه مساويه، ما عرفتش واش هما اللي عدلوها ولا هكا دايره طبيعيا. هنا كاين واحد الملعب، ملعب ديال الكره الشاطئيه. شوفوا الشط راه غادي حتى لهيها كاع، راه شويه كبير يعني مزيان الشاطئ، ماشي كبير كبير بزاف ولكن مزيان. كاين راكو تشوفوا هنا ديال العائلات، كاين هاد باراسولات على الجهد كيكريوهم هنا في هاد البلاصه. هاو الشط راه بادي من لهيها كاع هاد البلاصه غاديه كامله. وغادي نمشيو حتى للبحر نشوفو كي داير. هو الشاطئ الخوت ديال قرية أركمان، الشاطئ اللي كما قلنا كاين في إقليم الناظور، واحد من الشواطئ اللي عنده الرملة تبارك الله زينة نقية، شاطئ عائلي كيجيو له تقريبا غير العائلات، فيه لي باراسول فين يكريو، فيه بزاف ديال الحوايج، فين كيديروا الطواجن، فيه أيضا بعض الملاعب الشاطئية. المهم بلاصة نقية، يجيو لها الأصدقاء، يجيو لها العائلات، المهم خير. وهذا النهار كما قلت لكم كاين شوية الريح،
البحر ماشي هايج هايج بزاف، ولكن المهم مقارنه مع الايامات الاخرين هايج. المهم الخوت راحنا في الشاطئ ديال اركمان، صراحه شاطئ عائلي تقريبا غير العائلات هنا اللي يجيو، شويه ديال الاصدقاء، المهم بلاصه نقيه. ايوا روح اخوت. الدراري قلنا لهم هضروا راه حشموا ما بغاوش يهضر، هضره كيكريو هنا الباراسولات، وعيد فيهم قلت لهم قولوا لنا غير شي كلمه الراي ديالكم في هذا الشاطئ. ايوا حشموا معنا ما غادي ندير. المهم الخوت راني تلاقيت مع شي دراري هنا ولاد الناظور، راهم جاو يتبحروا في قريه اركمان، غادي يحاولوا يعطيونا بعض المعلومات على هذا الشاطئ وتشوفوا معنا هذا الشاطئ اللي الصراحه يبان لي شاطئ عائلي، كيجيو له غير الاصدقاء العائله الناس نقيين، شاطئ محترم. المهم غادي نشوف واحد الدراري غادي يعطينا بعض المعلومات على هذا. هاي الخوت راه معايا السي مصطفى، خويا مصطفى جيت بالناظور ياك؟ جيت بالناظور ياك. ايوا كي جاك هذا الشاطئ زين؟ الصراحه انا الشاطئ ديال اركمان ديما ضروري كل عام خصني نضرب له دويره ولا شي مرات ضروري خصني نضرب عنده شي دويره. وحتى الرمله ديالو تبارك الله زينه. الرمله زين، الرمله مزيانه ضروري، يعني تنتفكر فيه الطفوله ديالي ضروري كل عام خصني نجي عند البحر في قريه اركمان. ويبان لي يعني شاطئ نقي تقريبا غير العائلات الناس نقي، ما فيش ذاك الصداع ذاك. هو شويه انا في البلايه كاين شويه ما كاينش، هو صراحه حتى العائلات تقدر تقول سلام. غير هو اللي يعني عاد يعني فيه بلايص يعني كاع اللي خاوين كذا، يعني اللي كيبغي يعس راسو شويه كاينين اخرين يعني بلايص مزيانين ديال العائله، يعني العائلة تعاد المصطرفين شويه. تبارك الله مزيان. وقول لي هو شحال بعيد عن الناظور؟ يعني من الناظور لهنا شحال تقريبا؟ بعيد 15 كيلومتر 16 كيلومتر ماشي يعني كاين ترونسبور طاكسيات كاين طوبيس كاين البيس تركب ليه ب 7 دراهم ومخير مخير يجيب حتى لهنا، كاين طاكسي تجيب ب 1015 درهم يجيب حتى لهنا. لا تبارك الله مخير عندك طوموبيل راه سهل الحال ساهل. المهم اجواء زينه هنا، اجواء زينه والله زينه. اي والله يحفظك اخويا مصطفى، شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك. معنا السي عمر، كي داير اخويا عمر؟ مزيان. كي جاك الشاطئ ديال قريه اركمان؟ زوين صراحه، انا كيعجبني الشواطئ ديال الناظور كامل صراحه. تبارك الله. المنطقه الشماليه كامل كتبان لي زوينه. تبارك الله. سقريت زيتون. الغريب اللي صغيرين غير الريف جاو لي زوينين بزاف. الناس محترمين اول حاجه. وكاين اللي احترام اكثر من القياس هنايا. تبارك الله. عندك شمال زوين ولكن الاحترام ما كاينش. هنا اكثر يعني ديال الناظور. لا عندك العائلات، فهمتي الناس اللي عندهم العائلات كاين الاحترام بزاف هنايا. المناطق الشماليه. فيهم الفساد اكثر من القياس. هما يجيو حتى كيجيو من كاع المدن ديال المغرب تجمعوا تما راك عارف. ناظور باقي يعني الناس ديالها تقريبا هما اللي كاينين. نيشان نيشان نيشان. الحسيمه حتى هي كذلك الحسيمه فيها بحر زوينين ولكن الناس محترمين صراحه. تبارك الله. الا معك العائله ومعك الولاد تاخذ راحتك. وهنا يعني هذا كتجيو تجيو له دائما تجيو له ولا مره ولا؟ احنا اللي كنشرب على برا كنجيو عندك هنايا، عندك كنمشيو المنطقه. وش البحوره كاع اللي تمشيو لهم؟ كارا بلانكا، كاس العالم، ديك تيبوده حتى ياك تيبوده ياك. عندك سميتو سيدي البشير حتى عندك القريه. كاملين هادو زين صراحه بحوره زوينه، يعني احسن حاجه تروح لكارا بلانكا وتمشي تشوف واحد الاجواء هذيك واعره تما. ان شاء الله نوصلوها شي مره. كنصح الناس ديال الداخل يجيو يشوفوها غادي تعجبهم. والمشكل ما كاين اللي ما معروفينش بزاف هاد الشواطئ. الشواطئ كارا بلانكا كاس العالم ما معروفينش ولكن الشواطئ راه ما كاينش حتى في اوروبا. لا نيشا راه نشوف حتى في الفيديوهات تبارك الله داك الشيء. العائلات بزاف اللي باغيين يتبحروا عندهم طوموبيل هما بعاد شويه ولكن الطوموبيل احسن يستحسن حيت ترونسبور معدب ياك. ولكن دير واحد الشواطئ زوينين صافي. وهذا الشاطئ ترونسبور موجود ليه ياك؟ هو قريب الناظور. القريه هو اقرب واحد كاين كنصر ولكن كاين يعني الطوبيس الطاكسي اللي بغيت. كاين الطوبيس كاين الاوبر اللي بغيتي كيوصل. تبارك الله مخير. صافي شويه شويه هذا احسن كلشي كاين هنايا شويه اخوات ياك. 8 كانت عامره. تبارك الله. كيديروا سهرات هنايا يكون صراحه وكيديروا رحله مخيره مزيان يعني مشطه. ايوا شكرا اخويا الله يحفظك. مرحبا بكم هنايا. الله يحفظك وكاع الشواطئ ديال الناظور. وانا راه الهدف ديال الفيديو نعرفوا شويه بهاد البلايص باش الناس يعرفوا. وشي تحيه الجاليه واش تبغي تقول لهم ديال واحد الحاجه بغيت نوصلها ديال الداخل واحد الفكره على الناس الريف معقدين قاصدين. كاين هاد الهدف هنايا باش اديش الناس ما كاينش غادي يأذي. هو شو انا راني جيت عندكم ما نعرفكم ما والو، راني جيت هضرت معاكم درتو تعاملنا مع
استجواب كل شيء. انا داخلي ومع داخلي ولكن مع هذو كامل الريال ومع هذه يعني هذيك هضره وصافي. خصو واحد يجي يجرب يشوف. شوف الا بغيت تحكم على واحد الانسان عاشرو الاول عاد عرف كيفاش انت غير سمعت. الله يحفظك. ميساج مخير هذا غادي يوصلنا اكثر. المغاربه هذه العقليه ديالنا كنبقاو غير نسمعوا ونعاود يحكموا من قبل. يحكموا قبل ما يشوف. شوف اللي بغيت تعرف الانسان حتى تعاشو عاد ديك الساعه تعطيني واحد الفكره ديك الساعه من حقك. وحتى الا سبق لك عاشرتي واحد الانسان وتصاب خايف ما تحكمش على الناس كاملين. نيشان يمكن يكون داك الانسان حيت كاش كتولد الصالح والطالح. ماشي تحكم غير على واحد. راه كاش كتولد الصالح والطالح. عندك الام ديالك تقدر تولد اربعه اولاد جوج مزيانين وجوج خايبين. كاين تقدر تلاقى مع شي واحد ريفي مثلا الخايب ولكن ما تحكمش على داك الناس كاملين. ما تقولش كاملين. ولا مثلا تلاقيت مع واحد بركان لا وجدي خايب ما نحكمش على داك الناس. ماشي كاملين. تعاشر بزاف باش تعرف طبيعه الحال. ولكن كاين بعض الناس وكاملين. راه حنا مغاربه كلشي كاين. ولكن بعض الناس كتكون العقليه ديالهم على قد الحال. فهمتي تلاقى مع مثلا خايب غير بالناس هذوك كاملين. كاين هذا. وكنقول لكم شكرا بزاف وكنقول للناس كاع مرحبا بكم هنايا. الله يحفظك اخويا عمر. شكرا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا بكم كاع في الشارع. تحياتي. هاو البحر الخوت اللي بغى يجي يتبحر كاملين. ها عاملين. ها يا خوتي. ها الدراري كاملين. تحياتي الخوت. كما شفتوا معنا الدراري الله يعمرها سلعه ولاد الناظور. وداك السيد حتى هو راه جا ضيف عندهم. ايوا واحد التحيه ليهم. راه كاملين قالوا لي ديرنا واحد التحيه واحد ديديكاس. وجه لكم واحد التحيه كاملين. الدراري كاملين اللي كانوا تما راه دايرين واحد الرحله زينه باش يتبحروا. وقالوا لي هذا الشاطئ يعني قريب للناظور اي واحد يقدر يجي له سواء في الطاكسي في اي حاجه بغيت. كاين الطوبيس اللي بغيت. المهم بلاصه اللي نقيه. دروك الخوت غادي نمشيو للشاطئ الثاني في اقليم الناظور. بقاو معنا. Thank you.